يبي يسرق. هذا الحرامي إذا مو غبي جدا أنا أفشى المعلق بالعالم. هذا أغبى حرامي بالعالم. هذا حتى لو عنده شهادة مزورة، شهادة ابتدائي ما معه، حتى شهادة ابتدائي ما معه. شوف شلون يحاول أن يسرق المكان، يبي يدخل من الباب مشان يسرق شيء. ضرب أول ضربة وراح يسوي حاله يمشي. يسوي حاله إذا شاف أحد يعني يمشي وما يعنني. حاول مرة أخرى بالضربة الثانية. ما صار شيء. الثالثة ثابتة وكسر الباب. وراح يسوي حاله مرة أخرى يمشي على أساس إذا شاف أحد إنه مو مسوي شيء وما له دخل بهالدنيا. كسر الباب والآن يحاول إنه شلون يفتح الفتحة أكثر من أجل أن يدخل للمكان الذي راح يسرق فيه. هذا يعني حرامي غبي جدا، مش طبيعي، قمة الاندهاش، قمة الاندهاش. شوف شو راح تذهلون من غبائه. بعد محاولات عقيمة من ابن هالعقيم هذا دخل للمكان اللي يبيه. بعد محاولات وهذا طلع الباب مفتوح. لا بارك الله فيك يا ابن السراق، الله ياخذ اللي علمك السرقة وعلمك شلون تفكر يا ابن استغفر الله. ما جل اثاري ما يفتح الباب من ورا، طلع يفتح الباب من قدام يحسبه مقفل. هذا هذا حرامي السكران. لا مو سكران، هذا عقله سكران، غير عقله سكران.